هلا 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 منيانا حي الله الكابتن وليد. اشتقنا لك يا الحبيب، اشتقنا لك. تفضل تفضل. لي انا ولا التمارين؟ لا لا، شو ما عندك فنانين في البيت؟ حد يضيف الخوذ بورق؟ خلاص حبيبي، الحين كورونا ابوي، ما في فنيان. هذا تشربه انت ترميه على طول، كرمت في الزباله ما في. ارميه؟ لا ابوي، بجيب لك تمرين في هالفنيان. نعم؟ تمرين بعد بجيب لك هالورق، هذا تمرين ثاني بعطيك. انت ما تصدق؟ بعد حتى بالورق وبالقلاصات تمرين؟ نعم نعم. خلنا نخلص بس فنياني. ميدان. يلا احنا نسوي تمرين. هات الاوراق كلها مره. هذا الواحد ما يضيفه بشيء. ما عليك، الامور طيبه. شوف هالتمارين بتكون خفيفه نستعمل فيها. فهمت السالفه. لا لا صدق، هاي مره خفيفه. اوكي زين، نستعمل فيها القلاصات الورقيه. زين، قبل ما تفرها نستعملها كتمرين عقب تروم تتخلص منها. زين، هل هالاوراق القلاصات الورقيه راح نسوي تمارين فيها تعتمد على الكور اكثر شيء، فراح نتحكم بجسمنا بهالاسلوب. هاي اول خطوه. زين، اباك تلمس، لما اقول لك يمين تلبس يمين، تلمس يسار يسار. اوكي، خليك معي. اوكي راح نستعمل الحين بس ايد اليمين. اوكي اوكي، نرتفع كثير ولا لا؟ بس هل اوكي اوكي، بس بايدك اليمين الحين. جلاس، بقول لك يمين تلمس الجلاس اليمين. أوكي. يمين يسار يسار، بنفس اليد، بس ايد واحده. اوكي، يمين اوكي، يسار يسار يسار، يمين يمين يسار يسار، يمين يمين. الحين هنا ايش نسوي؟ ندرب فيه المخ مع الجسم، جسمك يتوتر. أوكي. انت تلقائيا تعرق. اوكي، وجسمك يحمى. الحين ايد اليسار يمين يمين، خليك سريع. يمين 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 يسار يسار يمين يسار، خليك ثابت. اوكي ها، ثابت. عطني 5 بوش اب. 1 2 3 4 5. الحين ندمج البوش اب مع اللبس. واحنا ماشيين ايه، 1 بوش اب بعدين يمين، بوش اب يمين. زين. يلا بوش اب، ايدك اليسار يسار، بوش اب ايدك اليمين، بوش اب. حلو، بوش اب. عطني 2 مور بوش اب. لاست. حلو. طيب يا حلو استاذي الحبيب، يعني في ناس ما تروم على البوش اب. ما عليه، ما يسوي بوش اب، يتم ثابت ويلمس اليمين. هذا الثبات بعد ترى ادري الثبات متعب متعب، يعني احنا نقول يعني رياضه للجميع. يعني شو بعد ممكن يكون اخف؟ اخف هذا الاخف؟ ها خفيف. زين زين، اوكي بعطيك الحين تمرين ثاني اخف عن هذا بشوي شويه. انزين زين، بس بعد فيه لمس الاكواب الورقيه. تمام. الحين شوف، لو كنت مبتدئ خلنا نبتدي بالمبتدئ. اوكي، التم بهالوضعيه بس جسمك شويه ريلك للخلف. اوكي اوكي. تلمس اول شيء. اوكي، الركبه 1، عقب تلمس اليسار. يسار اوكي. تمام، بعدين تلمس ركبة اليسار. أوكي. تلمس الكوب اليمين. اوكي اوكي، يلا نسوي 10 عدات. يلا 1 2. لحظة، خلى واحد يبرمج نفسه. زين زين، شوف هالتمارين المخ يشتغل معاك بعد. اوكي حلو. يلا 1 2 3 4 5. ركز معاي. شياك تقدر تسوي وتخمس مكانك. 8 يلا 9 10 هوبا 11 هوبا 12 هوبا 14 14. اوكي 15. نريح شويه وبنسوي الادفانس. جسمك فوق، ابى ثبات. اوكي، هالمره شو بنسوي؟ نلمس طرف الاصابع. ايوه، عقب تلمس في نفس الوقت. لا، 1 ايه 2. اوكي 1 2 تقدر. 1 2 حلو، يلا 1 2. اوكي 1 2 1 2 1 2 1 2 1
واحد اوكي واحد. نريح شويه وايد وايد اوكي ما عليك امور طيبه مو بالهوا اللي اعطيتك اياها يا اخي زين مريح شويه الحين زين الجهه الثانيه راح تلمس هالريف اوكي عقب تلمس اليمين بنفس ال الحين احنا شو سوينا؟ سوينا باليسار صح صح؟ ايه لمسنا اليمين بس احنا سوينا العكس بعد شوف سوينا باليسار بعدين لمسنا اليمين حلو الحين شو؟ الحين العكس اوكي خلنا نشوف يعني انا اوكي او أوكي. واحد اثنين حلو واحد ها؟ واحد اثنين اصبر 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 خليني برمج حق اول شيء لحظه لحظه ما اتفقنا ركز معي قبت رافس يا اخي اذا شوف اوكي لمس ايه اثنين تمام ادي ببطء نادي مع بعض ببطء شوي شوي الحين يسار صح؟ جسمك شوي تحت لازم جسمك تحت ايوه كذي ايه المس هوب بعدين هوب الحين العكس احنا العكس اوكي العكس اوكي يلا يلا واحد اوكي اثنين حلو واحد 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 اثنين تو مور يلا هوب شد حيلك وليد شو هذا تمام بعدنا تونا اوكي شو المعنوية ممتاز والله حلو لا والله زين بعطيك الحين تمرين اخير ايه بالاكواب بسيط بعد في ثبات يعني الحين كل نستعمل فيه الكور والجسم كامل لانك يوم تثبت يدك تشتغل البايسبس ترايسبس خاصه ترايسبس صدرك يشتغل اكتافك الامامي ريلك بطنك حتى ظهرك يشتغل حلو الحين شو بنسوي؟ الحين نبتدي المبتدأ ها؟ المبتدأ الحين يلا جسمك ثابت ثبات على ايد واحدة واحد اثنين شي ايه تحرك الامام والخلف امام ولا بس خلف. ايد واحدة ايه بيد واحدة بس ثبات على ايد واحدة ما أوكي. تلمس الارض اوكي ها اثنين حلو ثلاث يمكن المشاهد يشوفه يتحرى بسيط بس تقدر تشوف الجسم كيف يقاوم الحين ايد الثانية لازم ترفع ريلك هاي؟ ايه ايه اوكي ها يلا حلو الثانية؟ ايه امام خلف امام خلف امام خلف امام هذا التمرين زين حق شو؟ هني الكور يشتغل عندك والتركيز ايه؟ والتفكير الحين راح نخليه للادفانس اوكي معي انت شو؟ انت رانا الادفانس كيف المتقدم يعني ارفع نفسك حبيبي حبيب يلا الحين ايد واحده ثابته اوكي يعني جسمك كله والبرشر شو هي. على ايدك اوكي حرك واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره ممتاز كفو زين الحين الثبات على ايد اليمين على اليمين وتحرك الكوب اليسار ها؟ ايه وين اليسار؟ هذا خبرني اوكي يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أنا قلت الأخبر يلا اوكي نريح شوية ونعيد مرة ثانية هذا كم مرة لازم نسوي؟ على الأقل جلستين بسيط تحرك بس الفنيان الورقي صح صح ولا لا؟ ها كله عشان أنا ضيفتك في الفنيان أوكي. أوكي يلا عطني ثبات ثبات إيد اليسار أوكي يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة آخر واحدة أوكي كفو حاول تأدي التمرين صح بتحسبه بشكل قوي أكثر من هالإحساس ما شاء الإحساس بالراحة
والنشاط والحيوية. ممكن شغل شيء ميوزك بعد يعني صح ويا هذا بعد. على حسب على حسب الأجواء. تبى بعد الشموع بعد. يلا تمرين أبوي تمرين. يلا. إيد اليمين. ثبات. عطني ثبات. عطني ثبات. حلو. حرك. بس هاي تزرق. ما يزلك أنت يا اللي تدفشها. يلا. ها والله. ما أربع عذار. يلا 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 يلا. ثبات. أوكي. يلا حرك. واحد. اثنين. ثلاثة أربعة شوفك على السريع لا أبو بطيء شوية يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والله والله السيادة تتحرك ما علي بطوفة حقك والله السيادة تتحرك يا أخي شو وصلتكم كانت شي زي شو أسوي رد هلده يلا وعي رد السيادة شو هذا ما في قلبك رحمة صدقهم قالوا وحش الخليج يلا انزل الحين آخر تمرين ايه راحت يجمع الفيانين أبوي ايه وحطها على الريسايكل ولا بس زين شو تسوي الحين خلاص بس ريسايكل أبوي خلاص انت قلت لي في تمرين بعد صح ولا تبا زيدك ها تبا تمرين يعني إذا في بعد واحد بس خلاص فوق. خلاص خلاص تطلب من عيوني من عيوني عطني ثبات هاتي إيه عطني ثبات أوكي أمسك بنيان واحد تم عشر ثواني واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع حلو خليك ثابت خليك فوق اه اوكي ها. هي هي. ها. انت طلبت ابوي يلا يلا ها. يلا يلا واحد اثنين يا مضيف الخوت شي طيفهم اربعة خمسة ست سبع ثمان تسع كفو عليك شكرا ها لا شي اوكي الحين ازيدك بعد واحد شي اوكي الحين هاي في ولا في لا لازم نعيده مره ثانيه شو تعيد جلستين ها جلستين كل تمرين ما اللي بيكررونهم بعدين إذن كانت هذه جلساتنا احبتي الكرام من خلال استخدام شيء بسيط الا هو الكوبايات الورقيه او الكلاسات الورقيه هذه صراحه ما قصرت وليد حبيب شكرا يعني ضيافتك طيبه صراحه والقهوه احسن منها ما شيء شكرا تابعكم في الحلقة الجاية ودائما نذكر الناس ان تمرينك في البيت في البيت